بعد فشله في عقد أي جلسة منذ مدة طويلة، مجلس النواب ناوي على عقد جلسة باكر، ويبدو أنه جلسة راح تصير لأنه أغلب الكتل النيابية الكبيرة أعلنت أنها ستشارك في الجلسة وبلغت نوابها بالحضور. الغريب أنه من اطلعت على جدول أعمال الجلسة لقيته يخلو من أي فقرة مهمة تستدعي هذا الاهتمام والإصرار على عقد الجلسة، إلا إذا ربطنا بين خبر إرسال وزارة الخارجية قائمة السفراء الجدد إلى مجلس النواب من أجل التصويت عليها وعليهم داخل المجلس. هنا راح يبطل العجب وراح نفهم سبب هذا الإصرار. ليش؟ لأنه نصف قائمة السفراء الجدد، نصفهم عدل، هي من مرشحي الكتل النيابية اللي قررت الحضور باكر. وطبعاً من الواضح جداً عندنا أنه جلسة الغد إن عقدت فراح تكون الجلسة الأخيرة بهاي الدورة البرلمانية، وهاي القائمة لازم يصوت عليها، لأنه ترحيل التصويت عليها وعلى السفراء إلى مجلس النواب القادم معناها جيب ليل وخذ عتابة. شو وقت تصير الانتخابات؟ شو وقت نختار الرئاسات الثلاث؟ شو وقت تتشكل لجان مجلس النواب؟ شغلة تاخذ لها سنة على أقل تقدير. قابل نبقى بدون سفراء كل هاي السنة؟ ثم منو يقول أن الكتل النيابية راح تضمن أنه مجلس النواب القادم راح يصوت بالقبول بمرشحيها الحاليين؟ مو بالله؟